مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا الموجز. قال المبعوث الاممي لليبيا غسان سلامه بانهم يحتاجون الى موقف دولي موحد لتحقيق السلام في ليبيا. واوضح سلامه في احاطه لها امام مجلس الامن الاربعاء ان مجلس النواب المنحل فشل في اقرار التشريعات المطلوبه لاجراء الانتخابات، مؤكدا ان بعض النواب يستغل العمليه السياسيه لمارب شخصيه دفع المواطن الليبي ثمنها باهظا، منوها بان البعثه قد استنفذت كل الطرق التقليديه في سبيل دفع العمليه التشريعيه الى الامام. اشار المبعوث الاممي الى امكانيه اللجوء الى سبل اخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي. حددت الحكومة الإيطالية الأربعاء موعد المؤتمر الدولي الذي ستعقده روما بشأن الأزمة الليبية، ومن المقرر أن يكون بين 10 و22 من نوفمبر القادم. وكالة وكيل إيطالية أوضحت الأربعاء أن المؤتمر سيعقد إما في روما أو باليرمو بمشاركة واسعة لبعض الدول الإقليمية. وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في بيان لها الثلاثاء أنها حددت في الاجتماع الذي التام برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ومشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بعض التفاصيل حول مؤتمر ليبيا المقرر عقده في إيطاليا في شهر نوفمبر المقبل. أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري أن يرى الشبكة بالمنطقتين الغربية والجنوبية دخول المنطقتين في حالة إظلام تام ظهر الخميس. أرجع التكوري في تصريح خاص بالتناصح أسباب انهيار الشبكة تضرر دوائر نقل الطاقة بالعاصمة طرابلس جراء الاشتباكات الأخيرة جنوب المدينة والسد في محطات التوليد ومحطات الجهد المتوسط وعدم قدرة الشركة على صيانة الأضرار الأيام الماضية. وأكد التكوري مباشرة مهندسي الشركة لإرجاع الشبكة إلى وضعها الطبيعي مرجحا عودتها خلال الساعات القليلة القادمة. أعلنت لجنة إدارة الأزمة الخميس أن حصيلة الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس أسفرت عن 63 قتيلا و59 عامية جريح و12 مفقودا بينهم سيدة وأربعة من أبنائها. اللجنة في تقرير لها أوضحت أن 200 من الجرحى إصابتهم طفيفة، مضيفة أن طيران النفط والإسعاف الطائر سيارة نحو 20 رحلة إلى تونس لنقل الجرحى الذين استدعت إصابتهم العلاج في الخارج، مشيرة إلى أنها أجلت 74 أسرة من مواطن الاشتباكات و35 عاملا وافدا. بيّنت اللجنة أن 100 عائلة رفضت الخروج من منازلها فقدمت لها الاحتياجات الأساسية. هذا الخبر انتهى الموجز، مشاهدينا في أمان الله.